قدمنا اللي علينا، وين ما خليناهمش يلعبوا لا بريمير ميطون، وين سجلنا عليهم الهدف الاول اللي خلانا اليز، وزدنا دخلنا لدوزيام ميطون، زدنا زادو غاليزا، وين عاودوا ولاو في الريزولطا الحمد لله. عاودنا ماركينا لهم الدوزيام، وين كي تجي تشوف اون دوميني كاع لا دوزيام ميطون، وين غفلونا، وين ما عاودناش ولينا، في داروا كونتر اتاك تاعهم اللي سجلوا فيها الهدف الثاني تاعهم. دونك فوالا، هذه اللي ما خلاتناش نفوزوا بالمباراه، ونزيدوا الحمد لله جبنا نقطه لهنايا، الحمد لله اللي جبنا هذه النقطه، واللي بروشان ماتش ان شاء الله الحمد لله كي خرجنا الشامبيون ديفير ان شاء الله، في الريتور ان شاء الله نقدموا مستوى جيد.